فريق آخر ينادي بعهدة رابعة، وفيه كثير من فئة الشعب ربما كذلك مؤمنة ومقتنعة ربما بهذا. مش الشعب لازم نوعي ولازم نتكلم، لازم يكون حوار ونقاش والرأي مضاد وكلش باش يفهم. درك ولا نوجهوه الشعب، نوجهوه هو هذاك، تقول له حاجة واحدة برك. على هذا قلت لك كيميل سونغ، الناس قاعد تولي تبكي وتولي، هذا ماشي، لازم نخرجوا من هذه الحالة هذه. نعم سي طالب، بالنسبة للدستور هل تقترحون تعديل الدستور قبل الرئاسيات أم بعد الرئاسيات؟ أتمنى أن يكون هذا التعديل قبل الرئاسيات، وبين اقتراحات الحزب الوطني لتضامن التنمية PNSD هي هذه المادة 74 اللي تغيرت في 2008 أظن، وين نقول مثلا، اسمحي لي، يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة. إذا ما فيش تغيير الدستور قبل الرئاسيات مسموح لأي إنسان يبقى يمدد في نفس الوقت، ولو تقبل هذا الشيء باللي يكون عهدتين فقط، وهذا هو المعقول. رئيس الجمهورية الحالي يسمح له القانون أن يترشح، يتفضل، ولكن تكون المستقبل نتاع المؤسسات الجمهورية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية تتوجه حقيقة نحو أكثر ديمقراطية. احنا اللي يهمنا كحزب، وحنا نعتبر حزب سياسي ما هو إلا إطار قانوني للدفاع عن قناعات، ونحن هنا اليوم معكم، لنا قناعات، قناعات الحزب الوطني تضامن التنمية منبثقة مما أتى في بيان نوفمبر. الشطر الأول قلت لك الشعب الجزائري التف حول جيش التحرير الوطني وخرج فرنسا أو المستعمر من بلادنا. بقى الشطر الثاني وتحدث عليه، الجمهورية، بناء جمهورية ديمقراطية ذات بعد اجتماعي تحترم القيم الإسلامية. رانا بعيد كل بعد على هذا الشيء اللي تمناوه الرجال والنساء والشعب الجزائري الناضل، سلاح باش يخرج فرنسا من بلادنا، واللي يخلص سعر غالي جدا، مليون ونص مليون من الشهداء. إذا نحن في الحزب الوطني لتضامن التنمية نسهر منذ أكثر من 20 سنة ل نعم، ولكن هذا راك تقول انتم موجودين 20 سنه في الساحه السياسيه، لكن ما كانش نتائج، ما كانش مبادرات، لا يعني كان مثلا مبادرات الان في وسائل جديده، مثلا في الفيسبوك. هل انت مطالع على برنامجنا على مواقف؟ ما كنتش مطالع، ولكن انت بصفتك رئيس حزب انت اللي لازم إمكانيات ما يسمى حاليا حزب بات الآن الآن الآن. خليني أقول لك حاجة، الشعب الجزائري ماهوش ينتظر هو يحوس على أنتم اللي توصلوا له هذه الأفكار. إحنا نحاولوا توصلوا له هذه الأفكار عن طريق مثلا عدة ندوات وحضرنا كل وسائل. كنا متواجدين في المجلس الوطني الانتقالي وكانت لها مواقف صالبة، ثم جاء هذا الرئيس الجديد ونشاط وقوة وقوة أفكار وماضي مجيد معه هواري بومدي رحمه الله وساندناه. كي شفنا من بعد عهدتين وشفنا الصحة نتاعو بدايب، الحزب الوطني لتضامن التنمية ما يقدرش يتخلى عن المبادئ الأولية تاعو. احنا نتمنى نبقى ننشط، ولكن ما تنساش باللي السياسة فيها أيضا إمكانيات وفيها سلطة قائمة لتستعمل في بعض الأحزاب. شنو الإمكانيات زعما؟ ما كان إمكانيات مثلا حزب خلق في 95 أو 97 خلق، اليوم غدوة كان له مقرات في كل الولايات. أعطيك مثال بسيط، سي جلال يعني من خلال فيسبوك راه عمل ثورة بهذا. احنا تاني عندنا لاباج فيسبوك تاني عمرك ما طلعت عليها، فلربما هو لو تكون مبادرة مثل هذه، يعني مبادرة ملفتة الانتباه لا لعهدة رئاسية رابعة، أنا ما تلفت انتباهي. عندنا بليزيور باج فيسبوك نتاع البي ان اس دي سويفي كوتيديانمون بار لي كورديناتور دو ولاية، وهذه فرصة عطيتها لنا باش ننبهوا نقولوا للناس اللي راهم يشوفوا فينا اليوم باللي الحزب الوطني لتضامن التنمية متواجد في 48 ولاية وعنده، ولكن هو حزب مبني على الاعتدال. درك درك التيار اللي مثله سي جلالي الوسيله والمبادره في حد ذاتها لما تكون ملفتة الانتباه الناس تشوفها فيه ديزيميسيون بوليتيك كما هذه في